السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة أم ريان. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. اليوم بغيت نتشارك معكم واحد جوج عرضات كنت مشيت ليهم مؤخرا، وهذا هو سبب الغياب ديالي، لأن كانوا عندنا شي ضيوف وكنا كنمشيو نتعرضوا معاهم، وهذا ما كنتش كنكون باش نحضر شي وصفة جديدة ولا فيديو جديد. واخا كنت نصوب مثلا ولا كنحضر الوصفات، ما كانش عندي الوقت باش غنصوب صور وندير المونتاج، وحيت كيف ما كتعرفوا هذا الشيء ماشي سهل. ولكن خديت لكم مقتطفات من كل عرضة وجمعتهم لكم فيديو واحد، وبغيت نتشاركهم معكم. نخليكم مع هذا الفيديو. وكاين بعض الاطباق اللي خديت بحال واحد الصوص غتلقاوها في اول الفيديو، هذه خديت لا غوسيت ديالها، الصراحه عجبتني وجات لذيذه 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 بزاف. من هنايا كنشكر لبنى على هاد العراضه، لان صراحه دارت واحد العراضه زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا هاد الطبق هذا ديال اللحم اللي فيه الروز، وفيه واحد الصوص بحال صوص بيشاميل، ولكن كتجي خفيفة على لصوص بيشاميل، وكتجي لذيذة لذيذة بزاف بزاف. وحتى هاد الكاطو الصراحة اللي راقي ولذيذ بزاف. صافي هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد الكاطو. فهو لواحد الخطوبة كنا مشينا لها حتى هي مؤخرا، صراحة مهم مشينا دوزنا وقيتها زوينة مع ناس اللي هما زوينين بحال وجهكم. وكانوا قدموا لنا في الأول واحد المزيج ما بين الحلو والمالح، اللي كان واحد البلاطو اللي كيجمع ما بين ليكيش ولا ايش ما نقول لكم، بيتزا دي هامبرغر ميني تاكوس. دابا غنبداو باول مقطع من الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنا كان صوت لبنى، ولكن حيت كانوا الوليدات كيغوتوا هذا اضطريت انني نحيدو ونعاود ندير لكم الصوت باش تسمعوني. كيف ما كتشوفوا هنا هي كانت دارت المقيله فيها الشامبينيون والزبده والزيت البلديه، وضافت لهم الملحه والبزار وشويه ديال الماء، وخلطت هادشي مزيان مزيان حتى حسيت بهذاك الشامبينيون الخضر ماشي المعلب، الشامبينيون بيو يعني الطبيعي. هذاك خداته وقطعاته ودارته وخلات هذاك الشامبينيون حتى طاب مزيان. من بعد ضفت لهم كاس كبير ديال الحليب ومعلقه ديال الدقيق الابيض اولا مايزينا، ممكن تعويض الدقيق الابيض بالمايزينا، كما انه ممكن مهم يا اما المايزينا ولا الدقيق الابيض. صافي وكتبقى تحرك فيه حتى كيجي بحال هكا. وفي هذا الاثناء كنطقته، صراحه جا بنين بزاف وجا زوين بزاف، وكيستحق انكم تجربوه لانه فعلا جا زوين بزاف. وهنا فقط بغيت نشارك معكم كفكره من هذاك الشيء اللي دارت لينا في العراضه. وفي هذا الاثناء من بعد ما ضافت الربيع لهذيك الصوص وخلاته هكاك خضر، غندوزو للروز. بالنسبه للروز فهي دارت بصيله محكوكه مع الملحه والابزار والشامبينيون كيف ما كتشوفوا خضر يعني بيو، حتى هو قطعاته ودارته. اول حاجه دارت هذيك البصيله محكوكه مع الشامبينيون والملحه والبزار ومعلقه ديال الزبده والزيت البلديه، حركت هذا الشيء مزيان صافي وروات. من بعد ما كتحسي بالماء بدا كيغلى صافي كترمي فيه هذاك الروز باش كتخوي عليه هذا الصوص هذه اللي كتشوفوا من بعد ما كتبدا تعقد. صراحه هذا الروز حتى هو جا بنين وجا زوين وكيبان حتى في الشكل ديالو، صراحه راقي هنا كيف ما كتشوفوا بقى كيطيب يطيب يطيب حتى ما بقاش فيه الماء. وضافت ليه في الاخير واحد المعلقه ديال الزيت البلديه، وكتحرك باش ما يلصقش ليها في الاسفل ديال الكوكوط.